بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. العائد إلى الله النهاردة هو أحد الصحابة الذي تكرر منه ذنب كبير، وسبحان الله أخطاء الصحابة من حكمة ربنا سبحانه وتعالى على جلالة أقدرهم، لكن كان في أخطاء، ومن حكمة ربنا إن هم يغلطوا غلطات كبيرة، إن إحنا نتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلح هذه الأخطاء بمنتهى الحكمة والرحمة عليه الصلاة والسلام، علشان إحنا لما نغلط نتعلم إزاي نساعد بعض. العائد اليوم هو سيدنا عبد الله الذي أدمن شرب الخمر، وكان كل ما يشرب يأتي ليتوب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام جاء وهو شارب للخمر، وجيب بن إيد سيدنا رسول الله واعتذر وتاب، فإذا بأحد الناس يقول: اللهم اخزه، اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به مخمورا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. مفاجأة للجميع، مفاجأة لكتير من الناس، إن سيدنا رسول الله بيشهد وبيحلف إن واحد ممكن يكون أدمن للخمر لكنه يحب الله ورسوله. ليه يا سيدنا محمد؟ لأنه هو كل ما يغلط بيتوب، هو مش مدمن ومعرض، هو مدمن لكنه تائب. وربنا في القرآن بيقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. كل مرة بيجي صادق وهو يعاهد الله ورسوله إنه مش هيرجع تاني، ندمان، بكاء، يطلب العفو، لكنه بيضعف زي ناس كتير مننا بتضعف أمام ذنوب كبيرة أو صغيرة. لكن مع هذا الضعف ربنا سبحانه وتعالى كل مرة بيقبل توبته. وسيدنا محمد يحلف يقول: والله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. وفي الرواية التانية سيدنا رسول الله يقول: لا تلعنوه ولا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. كأن هذا الإنسان الطيب اللي كل مرة بيغلط بيلجأ لسيدنا محمد ويلجأ للصحابة: أنقذوني، خلوني وسطكم، اقبلوني، ساعدوني. ده إنسان محب جدا لله ورسوله. وأي واحد ورث هذا الأمر من هذا الصحابي ممكن يكون ضعيف، لكنه لاجئ إلى الله في صورة لجوءه لحد يساعده في الدنيا. فسيدنا رسول الله يقول: ما تحكموش عليه ولا تكونوا عونا للشيطان. لأنك لما تقول اللهم اخزه، اللهم لعنه، كأنك بتقول له: مالكش مكان ما بينا، احنا مش عايزينك، احنا عايزين الصالحين بس. هو من الصالحين حتى ولو ارتكب بعض الكبائر، لكنه أثناء ارتكابه لهذه الكبائر لا يعرض عن الله، بل يلجأ ويفر إلى الله سبحانه وتعالى. فكن أنت هذا التائب العائد إلى الله حتى ولو كان في حياتك بعض الكبائر. وكل مرة تغلط وتضعف إلجأ لحد يساعدك، لعل في مرة من المرات ربنا سبحانه وتعالى يتفضل عليك بالإنقاذ من هذه الكبيرة، وتتوب فلا ترجع إليها أبدا، وتكون أنت العائد إلى الله.